قول الله تعالى ولله، لله الأسماء الحسنى، تقديمها من حق التأخير يدل على حصر لله لا لغيره. ولله الأسماء، الاسم من السمى ومن السمو والارتفاع، الإنسان يرتفع باسمه، يسميه خالد ويسميه علي وعبد الله وصالح، صح؟ ما تسمي طالح. ومن السمى العلامة، ما الذي فرق بينه وبين معاه؟ الاسم علامة، تمام. ولله الأسماء الحسن البالغة في الحسن أكملة، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أن تتعبد لله بمقتضى الأسماء، تؤمن أن من أسماء الله السميع، تحرص أن الله سبحانه وتعالى يسمع منك إلا ما يرضى، غفور تتعرض أسباب المغفرة، ودعاء مسألة تقدم بين يدي السؤال الاسم المناسب لهذا السؤال، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. وذروا أتر الذين الملحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها، إما إنكار الأسماء كلها أو بعضها أو إثبات الاسم إنكار الصفة، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه علة فاعلة وأقطار الثلاثة وقادر على الاختراع، أن يجعلها دالة على التمثيل. نعم. لا يقال السلام على الله، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام، ولا يدعى لشيء السلامة إلا وهو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيب. فماذا نقول؟ نقول التحيات لله والصلوات الطيبة، وهذه طريقة الشرع، إذا غلقت باب المحرم فتحت باب الجواز، ولهذا نقول اللهم صل وسلم. الصلاة جمع الخيرات والسلامة دفع الآفات. نعم. النهي معنى الباب عن الاستثناء في الدعاء، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ايش يقول؟ ليعزم المسألة، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت. طيب قال أنتم تقولوا عند زيارة المريض لا بأس طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله يعني هذا المرض يطهر الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى، ما علقنا الدعاء أصلا هنا، وحتى عند القبور هناك عندما ندعو وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني هذا نخبر عما سيقع وهذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لم نعلق المشيئة. حتى في دعاء الاستخارة عندما تقول اللهم نستخيرك بعلمك، نعم، ما تقول فاقدره لي إن شئت، لو قلت فاقدره لي إن شئت هذا استثناء في الدعاء. نعم. النهي عن إذلال العبد والتعدي على جانب الربوبية، لأن عبيد لله، ولا تذل العبد، إيش تقول له؟ عبدي، أمتي، وفتايا وفتاتي وغلامي، ألفاظ شرعية، وهذه مناهي لفظية تبتعد عنها، تقول عبدي، لا تقول فتايا وفتاتي وغلامي، أطعم ربك وضئ ربك، لا اشتقوا الفتاة وفتاتي وغلامي. نعم. طيب بعد